اهلا بمشاهدات المراه تي في في برنامجكم الجديد مطبخي اللي من خلاله غادي نقدموا لكم وصفات متنوعه وجديده من المطبخ المغربي والعربي والعالمي. وطبعا هذه الوصفات غتكون مناسبه لكل ميزانيه وكل الاذواق. وفي هذه الحلقه غادي نشوفوا الشيف عبد الصمد من فندق اطلس الموحدين اشنو غادي يقترح علينا. مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات ديال قناه المراه تي في في فندق اطلس الموحدين بالدار البيضاء. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال السلطه غنيه ومغذيه. عندنا لافوكا، البيض، البربق، الخيار، البطاطا، الخيزو، شرائح الدجاج، الديجا مسلوقه وشرائح التون، الزيتون والدولي، زيت الزيتون، ملح، بزار، كمون، قلب النقلة، مايس، البواشيش، حمص، اللوبيا، فرماج، شرائح فرماج أحمر، البرسيل، والطماطم. ونايب بالنسبه وجدنا لاصالات ديالنا. ناخذوا المقادير ديالنا، نبداو ب البربق، تناخذوا تنديروا لها لاسيزونمون، ملح، بزار، كمون، بيرسيل، زيت الزيتون. سناخذوا بطاطا، نفس الشيء بالنسبه للبطاطا، نفس الشيء بالنسبه للجزر، تناخذوا البيرسي ديالنا، الملح، بزار، كمون، زيت العود، وتنميلونجيو تنخلطوا الخليط. بالنسبه للخيار تنديرو عادي حيت تنديرو لي لا سيزون مو ديالو. تناخذو اللوبيا، نفس الشيء بالنسبه اللي درنا البطاطا والباربا والجزر. بالنسبه للحمص نفس الشيء، ناخذ البيرسيل، كمون، بزار، ملح، زيت الزيتون. بالنسبه للحمص كما شاهدتوا المشاهدين الكرام، ديجا مسلوق بحالو بحال اللوبيا، بحال الخيزو والبطاطا والبيطراف. دابا نمروا
المايس. المايس كما تعرفوها المشاهدين الكرام هو ديجا مسلوق وبوشي تيكون في لي بواط كونسيرف. ناخذ شويه نفس الشكل بالنسبه لقلب النقله كود بالمي تيكون موجود في لي بواط في لي سوبر مارشي رخيص بالثمن ديالو رخيص. دابا تنمرو الدجاج. بالنسبه للدجاج ديجا بوشي ديجا بوشي الانجليز. وسط الطبق تنديرو تنديرو الطون. لافوكا مطيشة تناخدوها تنزينو بها تا هي. البيض تيكون مقسوم على أربعة بالتزيين وفي الأخير تنديرو فرماج تيكون محكوك ديجا حاكينو ديجا وفي الأخير هاد الوردة غنوريكم المشاهدين الكرام كيفاش تصايبوها باش للتزيين. طريقة سهلة هانتوما كيما تتشوفو تندورهم تجي بحال الوردة. حنا ديجا موجدينا هاهي وفي الأخير تنزينو بالزيتون. وعندنا الفينيغريت ديجا مصايبينها تنديرو فيها أصفر البيض موطارد وزيت زيت ويلدو طابل وشوية ويلدو أوليف و لاسيزونمو. مشاهدينا الكرام كما تشاهدوا هذه هي لاسيزونمو وبالصحة والراحة. وبالنسبة لهذه الشلاضة فهي مغذية وكاملة بالنسبه لكم والاطفال ديالكم في هذا الصيف وبالصحه والراحه. بالنسبه للنصائح اللي نقدم لهاد السيدات المشاهدات بالنسبه للبيطراب هذيك الباربه تكون لا سيزون مو ديالها بالملح والبزار والكمون وشويه لاي ثومه. وبالنسبه لهاد السلطه ما يكثروش فيها لا سيزون مو. علاش؟ حيت حطينا فيها شرائح الطون، شرائح الطون تتكون مالحه. هذه هي النصائح. وبالنسبه لهاد السلطه تقدموها مع السمك ولا مع شرائح ديال اللحم او الدجاج المقليه. حساب حلقتنا غادي نقدم لكم الشكر الجزيل على حسن المتابعة وحتى الحلقة الجديدة من برنامجكم مطبخي. كنتمنى لكم أوقات طيبة.